ما حطتنا التالية يا سلمى رح نطرق فيها أبواب علم النفس مع مساحة خاصة، موضوع بيدخل بصميم حياتنا اليومية وهو قبول الاختلاف مع الآخر وطرق تقبل هذا الاختلاف. أسئلة رح نطرحها على الاختصاصية النفسية هنادي السلاخ، ماجستير في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباح صباحك. الخير. يعني بداية موضوعنا كتير كبير ويمكن الحكي فيه يطول، صحيح. ولكن إذا بدنا نبلش المفتاح الحديث اليوم رح نحكي عن فكرة تقبل الآخر. صحيح. كيف أنا بقول أنه أنا متقبلة هذا الشخص أو الشخص متقبلني أو متقبلة المحيط؟ خلينا نوضح هاي الفكرة بالبداية. أكيد كل إنسان فينا بيولد له تركيبة إنسانية خاصة فيه، هذه التركيبة بتكون إجت من صفات موروثة وصفات مجتمعية، هي بتعمل هالتركيبة لكل شخص الموجود ضمن المحيط. هذه التركيبة هي إما أن تسقل أو أنه تدهور، هي حسب المحيط. فالشخص يولد هو كصفحة بيضاء. طبيعة التربية اللي بتجي لهذا الشخص، بلش الطفل مثلا بعمر 6 ل 8 أشهر يشعر بالتركيبة الجسدية الموحدة له. هون ببلش الطفل بيشعر أنه هو مختلف عن الآخر. بهذه المراحل المبكرة عند الطفولة المبكرة يبدأ مفهوم التقبل بالنسبة للطفل في حال هو شعر بالأمان والثقة من قبل المحيط. فنحن وقت نشعر الطفل أنه هو شخص متقبل، نحن متقبلينه بكل صفاته السلبية والإيجابية. هون بينمو عند الطفل من البداية المبكرة هي شيء اسمه أني أنا أتقبل نفسي ليقدر هو يتقبل الآخرين. موضوع الاختلاف كتير موضوع هام بالنسبة لموضوع تقبل الآخر وتقبل الذات. الاختلاف هو سبب طبعا الرفض نحن اللي منعاني من بين الأشخاص. إذا بلاقي الإنسان مختلف عني فأنا برفضه، ونحن أكيد مختلفين مثل ما قلنا كل شخصية مختلفة، ففي اختلافات بالعادات بالثقافة بالسلوكيات. طيب. حتى ضمن الأسرة الواحدة منلاقي كل طفل هو مختلف عن الآخر، فمنلاقي هون الطفل عنده رفض، ما عنده تقبل للاختلاف بين الآخر. فنعرف التقبل هو بشكل عام هو أني أنا أحترم الاختلاف بيني وبين الآخر من دون أني أنا حاسبه أو أنقده أو عاقبه. أيام نحن الأشخاص إذا منلاقيهم مختلفين عنا، خاصة التعامل مع حسب السلطة مثلا بوضعي أنا كأب أو أم، بلاقي طفلي خالفني الرأي فأنا هون دائما بلجأ للعقاب، فأنا هون بخلي الطفل يرفض نفسه من ثم هو غير قادر على تقبل الآخرين فيما بعد. أكيد هنادي كتير من الأشخاص وكلنا مختلفين مع بعض ولكل حدا فينا مزايا وعيوب، كيف فينا نتقبل نحن مزايا وعيوب والاختلاف مع الشخص الآخر؟ نحن عنا في شيء اسمه ثالوث التقبل، اللي هو بيتضمن عدة أنواع من التقبل حسب عالم النفس روجرز. فهو بيقول لك أول شيء أنه نحن عنا تقبل الذات، ومن ثم تقبل الآخر، وآخر شيء هو تقبل ظروف الحياة. فلأقدر أنا أتقبل الآخرين وأتقبل ظروف الحياة، في شيء عندي اسمه أتقبل نفسي، لأنه أنا إذا عندي شعور بالغيرة بالحسد بالنقمة بالغضب، فهذا الشعور دائما حينعكس على كل من حولي. فكيف بدي أقدر أنا أتقبل مثلا نجاح شخص إذا أنا لم أتقبل فشلي؟ تمام. فهون كتير في عنا نقطة أنه الإنسان لازم ينطلق من تقبل ذاته من خلال التعرف على قدراته. هو التقبل عبارة عن استعداد وقدرة، وتختلف هذه القدرة من شخص لآخر. نحن متى ما قلنا قدرات مثل الذكاء تماما، الذكاء هو عبارة عن قدرة تختلف من فرد لآخر، ولكن طبعا عنا طرق نحن نقدر ننمي فيها هذه القدرات. فلا تقبل الذات، تخيلوا أنه أحيانا بيبات تقبل الذات نخلي الإنسان يواجه نفسه على المرأة. كتير أشخاص بيرفض ينظر لنفسه. نحن التدريب مثلا أنه وقف عند المراية. طيب شو السبب يخلي الشخص يرفض يطلع على نفسه؟ هاي عدم الثقة بالنفس. تمام. وعدم تقبل الذات لهالدرجة، يعني بيكونوا في الأشخاص واصلين لهالمرحلة هنادي. التربية الخاطئة، ظروف الحياة أيام بتخلي الإنسان يكره حاله، فهو بيصير غير قادر انه ينظر لنفسه، لانه نحن بنحاول نتجاوز الصوره الجسديه وندخل الى العمق. مثل اذا عملنا مثلا تدريب انه تخيل انت شفت حالك، فواحد بيقول لك لا انا ما فيني اشوف حالي، لانه تمام. الداخل هو عباره عن تعري للشخص من صورته الخارجيه. فهون اذا الشخص قدر هو يتجاوز هاي الخطوه ويقدر ياخذ تقبل ذات، يعني حتى ضعفه هو يتقبله،
فنحن نتقبل ضعفنا، احباطاتنا، خوفنا، لانه هي نقطه هي لنقدر نحن نتقبل الاخر، لنقدر نعيش في شيء اسمه التعايش السلمي. حتى بالحياه الزوجيه نحن بنقول في شيء اسمه تعايش سلمي، اني انا اتكيف مع هذه الظروف، سواء كانت ظروف قاسية أو صعبة أو في يعني بتمرد دائما بين الزوج والزوجة مشاكل كتير. فهون قدرة الإنسان على امتصاص هذا الاختلاف بيقدر يخليه هو أكثر قدرة على التكيف والنجاح. وآخر شيء عنا هو التكيف مع ظروف الحياة أو تقبلها. دائما هون لحنا بتكون في عنا أحداث صدمية صادمة، مثلا موت مفاجئ، سفر شخص عزيز علينا، فشل معين. فهون الشخص قدرته على التقبل لهذا الحدث الصادم هو بيرجع لقدرته على التقبل الذاتي. فأنا إذا كنت شخص رافض لنفسي مستحيل أنا أقدر أتقبل هذه الحياة بصعوبتها وقساوتها. فهون نحن بهي النقطة بالذات بتقبل ظروف الحياة، نحن دائما بنركز على القيم الروحية اللي عند الإنسان والرضا. فكل ما كان الإنسان أكثر رضا عن هذه الظروف بالحياة، ودائما نحن بنقول له عيش دور المراقب. احيانا تجي احداث انت ما لك علاقه فيها، مثلا سلمى انت ما عملتي هذا الشيء ولكن القدر خلى هذا الظرف شيء. فهون انت لا تتفاعلي مع الحدث. نحن كيف يعني لا نتفاعل؟ ما بنعطيه مشاعر، نحن بنعيش دور المراقب، لانه في قانون كوني هو قانون التوازن، دائما هو بيرجع الحاله الشعوريه للحاله الطبيعيه في حال نحن ما زدنا ضغط مشاعر عليها، خليناها تنحرف مثلا نحو الاتجاه السلبي. فهدول ثلاث أنواع من التقبل، تقبل الذات، تقبل الآخر، ومن ثم تقبل ظروف الحياة. هن مهارات حياة، هن أساسيات الحياة لنحن نقدر نعيش بشكل متكيف. بالنهاية لينعكس لحنا على مجتمع عايشين فيه، لأن ما فينا نعيش بشخص منفرد عن الجماعة. أكيد. هلأ دايما بنقول هنادي شخص بأي مشكلة بالعموم، بأي مشكلة لازم يبدأ من نفسه. صحيح. إذا قدر يفهم نفسه، يفهم مفاتيح حاله مثل ما بنقول، رح يقدر يتأقلم مع أي مشكلة تانية بالظروف. كيف كانت ردات فعل الناس على موضوعنا؟ شو آرائهم؟ كيف بيشوفوا نظرة تقبل الآخر؟ وإذا في إلهم أسئلة رح نشوف سوا بالمادة والاستطلاع التالي اللي أعدته زميلة نرمين علي عمار، ونرجع لنكمل حديثنا. خلص انتهى النقاش، ممنوع لأنه ممنوع، أهلي ما عم يفهموني، على زماننا ما كنا هيك. كلمات وجمل يمكن مرت على الكتار منا لما تختلف الرؤى بين جيلين، ولما تختلف الرغبات بين الأهل والأبناء. كيف بيزور الشارع السوري لعلاقة الآباء بالأبناء؟ وهل تسود ثقافة الحوار بين الطرفين؟ كاميرا الإخبارية السورية استطلعت الآراء. احنا عشنا بوقت بسنين تختلف عن عصرهم، هن عندهم شغلات جديدة، متطلبات جديدة. ممكن نحن مثلا على سبيل المثال نشوف نحن انه الكماليات مو اساسية، عندهم هن كماليات اساسيات. بصير في كتير حوار حاد بين الاهل والابن، يعني انه بده الواحد انه مثل ما بيقولوا يخضع، يعني انه يضل تحت سلطة الاهل او الام او الاب او كذا. كلمة انتهى النقاش بتجي كتير عند الاباء، خصوصي انه وقت يكون عندهم رأي، وهن لانه عندهم تجارب طبعا فبيعرفوا هذا الشيء اذا خلص لا يعني في شيء غلط للابن او شيء هيك. تمام. لما يقولوا عباره انتهى النقاش بيقتنع فيها الشاب برايك؟ اكيد لا، لانه بيكون هو حاطط مثلا براسه شيء واهله بيقولوا له لا، فبيصير انه ممكن يزعل. على حسب كمان التربيه من الاساس، يعني لما تكوني الطفل انشأتي على انه في ثقة فيه انه يحكي لك او هذا، وتكوني مثل صديق له او هذا، طبعا لما بيكبر بينشئ غير التنشئة لما تكوني مربيتي انه لا هذا لحال هذا هيك. نحن لازم نمشي على قراراتهم، هنا مو نمشي على قراراتنا. والله وجود التليفونات صاروا بالبلاد اللي هو بالتليفون، لا سائلين عن امهم ولا سائلين عن ابوهم. قبل 50 سنة كانوا متسلطين الاباء على الابناء، هلا الابناء على الاباء، يعني انعكست. على الانترنت اليوم عقل الاهل غير عقل الشباب والصبايا. هلا انا عندي مثلا 3 اولاد، لما بدهم يحاكوني صاروا يراسلوني على الانترنت، يعني الحكي صار الطلب انه مثلا اجتماعي اكثر، لما بيكون تواصل اجتماعي اكثر على الانترنت بياخذ الولد بيعرف يجذب امه. يعني صار يعني الشيء اللي احنا ما كنا نعمله مثلا بايام زمان صار أولادنا عم يعلمونا على قصص جديدة اللي احنا ما بنعرفها. مثل ما
لاباء ربيت اليوم ما عم تحسني انه تفرضي على الشاب او حتى على البنت كمان، يعني ما عم تحسني تفرضي مثل ما كان بالاول، اختلفت الاراء كلها اختلفت. في اباء مثلا كبروا شوي بالعمر فتفكيرهم عم يكون غير تفكير الشباب، والتواصل بين الاب كمان ما عم يصير، يعني الاب مثلا عم يلتهي طول النهار بشغله، الشاب ما عم بيشوفه بشي فترة، يعني بده يحكي أو يصير تواصل بيناتهم، فبتلاقي تناقض بالأفكار أحياناً. الأب ما أنا مستعدين يسمعوا الأب أو يفهموا شو الابن بده، كمان الابن ما أنا مستعد يفهم أو يعرف الأب أو الأم شو بدهم منه. مشاغل الدنيا والمشاغل ما حدا عم يقدر يحسن يقعد مع أولاده وكذا، يعني ما عم يجتمعوا الأهالي مع الأبناء، يمكن ما في وقت، يمكن ملتهيين الأولاد بالنت أو ملتهيين شغلة ثانية أو ما بعرف، ثقافة الآباء بعيدة عن ثقافة الأبناء. عم يلغي الحوار هو الموبايل، لأنه بتلاقي دائما الأولاد حاطين هيك وعلى اليوتيوب، ما عاد حوار من قبل، فإذا لغيتي الموبايل ممكن يصير حوار. قبل كان الأهل على اعتمادهم، كان على آبائهم وأجدادهم قبل على هي، بس هلأ الجيل على كله على نيتهم انتبه، فما عاد حدا أخذ برأي أبوه أو أخذ برأي، لا بيحاول أن دائما يجدد شيء أو يعمل شيء كان ما قدر أبوه إنه أهله يعملوه. ما حدا فاضي يحاور، مو بس هيك موضوع إنه يلتقوا الآباء والأبناء، ما عنا ثقافته، يعني المشكلة فينا مو بالأبناء. أغلب المجتمع يعني عم يشتغل على التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي طبعا، فدائما الأهل هم بمكان بشكل عام الأطفال بمكان، أولاد بمكان، فأكيد إذا ما في غير عن طريق التواصل الاجتماعي شبكات التواصل الاجتماعي ما رح يكون في تواصل. هنادي تابعنا مجموعة من الآراء المختلفة من الشارع السوري، كان أبرزها هو اختلاف أو عدم وجود ثقافة بين التواصل بين الأهل والأبناء. خلينا نحكي هذا الموضوع كتير مهم، خلينا نحكي الآباء شو رأيهم بالأبناء والأبناء شو رأيهم بالآباء. هنا عم بيقولوا مثلا خلص انتهى النقاش، يعني خلص يعني ما عم بيوصلوا لحل، خلينا نلاقي النتيجة معك. صحيح. لفت انتباهي موقفين كانوا كتير حلوين. أول شيء رأي الشباب بشكل عام باللزوميات والوجوبيات ويجب ولازم، في نوع من التسلط مثل ما ذكر، لا يعني لا، لا يعني لا وبس، يعني بس كتير حلو هذا الأسلوب التربوي في حال كان في التزام من قبل الأهل، يعني لا بالفعل هي لا، مو أنه لا أنا مثلا ساعة ساعتين بعدين خلص يلا روح. هون لحنا الرفض ومن ثم القبول نخلق عند الطفل شيء اسمه تذبذب بالرأي، حتى هو بيصير غير قادر على إعطاء الرأي، يعني بيكتسب الأسلوب من الأهل. طبعا. فإذا كان اللأ بالفعل على شيء يستحق اللأ، هو مثلا فيه ضرر، طبعا المفروض الوالدين يكون عندهم رؤية أكبر من الولد وأوسع، فنوضح لحنا اللأ ليش، يعني نعطي السبب للولد، فبناء الحوار الديمقراطي هذا بيكون منذ الصغر. هون نحن عنا المشكلة إنه لم نبني الحوار منذ الصغر، فصار في عنا هون الشاب، صار الطفل صار شاب، صار عنده استقلاليته، صار عنده الرأي الخاص، فصار في هون عنا رفض بين الآباء والأبناء. هدول اللي هلأ حكيتهم بالبداية إنه نحن عم بينشأ عنا شيء اسمه رافض، هو طبعا. رافض نفسه ورافض السلطة التربوية منذ الصغر، هو شخص يعني كثير صعب نحن نقول يقدر يكون عنده قبول في المستقبل. طبعا. كمان يعني هنادي سمعنا آراء من طرف الآباء، يمكن في أحد الآراء عجبك. صحيح. هي قالت إنه شو ما عملنا ما بيمشي الحال، في 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 بعد. طب خلينا نفهم هذا البعد. طبعا. برغم من إنه كتير بينحكى عنه، حتى المواقع التواصل الاجتماعي اللي هن قالوا انه هي سبب احيانا بالمشاكل بين الاهل والابناء، لانه كتير صار في حكي عن هذا الموضوع، كيف بنقدر نحل هي العقده اللي هي عمرها سنين؟ في احد السيدات قالت المشكله عنا، وبالفعل المشكله هو عند الكبار مو عند الشباب ولا عند الاطفال، المشكله هي من المربي. نحن دائما بنقول التربيه هي انعكاس للاسره. اكيد. بنشوف نحن الاطفال بالمدرسه، مجرد نحن اول اسبوع قادرين اليوم نعطي صوره كامله عن نوعيه التربيه اللي الطفل عم يترباها بالمنزل. فالمشكله نحن وقت يكون عندنا الاهل عندهم نقص بالمهارات وعدم خبره،
بأساليب التربية حتنعكس هي الشغلة 100% على الطفل. فممكن نحن نرمي الأعذار على وسائل التواصل، ممكن نرمي على الأصدقاء، ولكن نحن بنرجع منقول أول وسيلة تربوية هي الأسرة. أكيد اليوم الأسرة هي اللي بتحمل المسؤولية. مثل ما قلت لك، نحن الطفل من عمر 6-8 أشهر ببلش يعرف أنه في شيء اسمه آخر. فنحن وقت نعلم الطفل في شيء اسمه آخر من خلال تشارك الألعاب، من بعد التمركز عن الذات عن الطفل اللي ببلش عنده بعمر 3-6 سنوات، هون في دور للأهل لنقدر نحن بس يروح على المدرسة يقدر يتعامل مع الآخرين، حتى هذا الشيء بينعكس عنده بكرة بالوظيفة بالعمل وقت يشتغل، فهو بيكون أكثر تعاوناً، مهاراته للتعاون بتكون مرتفعة مقابل مهارات التنافس، أنه هو دائماً بده ينجح، دائماً هو بده يسحق الآخرين ليقدر هو يحقق النجاح. هنادي، كثير من الأشخاص بيجوا ليقنعوكي بشغلة، إذا ما اقتنعتي فوراً بياخدوا موقف أو بيقرروا مثلاً يعاقبوا بطريقة معينة. خلينا نحكي ما في أسلوب للنقاش بيناتنا، أنه خلص يعني، أو بتصير زعل بتنتهي، يعني بينتهي هذا الإقناع لزعل. كيف فينا هدول الأشخاص يعني نقول لهم أنه لازم تتصرفوا بالطريقة الصح، لأنه أكيد تفكيرهم غلط، وحتى لأبنائهم إذا نقلوا هاي القصة أكيد حتكون غلط. هون نرجع كمان لحنا بنحكي لمين عم بتعامل مع مين. طبعا الأب والأم، قليل من الآباء والأمهات حيقبلوا رفض أو نصيحة من أبنائهم. في عنا صفات للشخص اللي عنده مهارة القبول. هذا الشخص بيكون عنده مرونة فكرية، بيعرف انه مثلا الزمان تغير، اللي كان يمشي بالماضي اليوم ما عاد يمشي. طبعا. فهو بيقدر يمكن يسمع لأطفاله، يسمع لأبنائه، يواكب هذا التطور الرهيب اللي احنا فيه. يعني حتى اليوم نحن وقت نقول وسائل التواصل اللي هي الاجتماعية، حتى اليوم الموبايلات صار فيها تطور. تلاحظي اليوم ابن بيروح بيقول لها لأمو انتي شو فهمك بهالقصص. فأحد ملحنا كيف لحنا نقدر ننمي هذه المهارات، لحنا دائما منقول القراءة المستمرة. دائما لحنا في عنا شيء اسمه قراءة اطلاع، الاطلاع على ثقافات الحضارات. يعني اليوم بالنسبة للأم، أنا إذا بدي يكون قدوة جيدة لطفلي، هذا الطفل بده في شيء اسمه الاحترام، وأول أسس هي القبول للآخر، هي أنا أحترم. والطفل هو دائما بينظر لأمه بسبب نحن شيء بنسميه صراع الأجيال. دائما نحن الجيل هذا ما بيقبل الجيل اللي قبله، وبيتهمه أنه أنت صرت بدائي تقليدي. مزبوط. ولكن الأهل إذا قدروا هن دائما يواكبوا هذا التطور، الطفل والشاب هو حيكون المرجع الأول والأخير هي الأم. تمام. وهذا الشيء اللي احنا بنبنيه منذ الصغر، وقت انا اخلق الجو الديمقراطي، الحوار الديمقراطي اللي احنا لاحظنا كثير عبر التقرير مفقود. في كتير شكوى اليوم من شبابنا من قبل طريقة التعامل اللي هي التسلطية نوعا ما. نحن أكيد بنعرف الحياة هي مرهقة للآباء، ضغوطات الحياة كتير كبيرة، ولكن التربية هي مسؤولية، لأنه نحن بالنهاية عم ننشئ جيل. هذا الجيل بده يتعامل مع أشخاص خارج نطاق الأسرة، خارج نطاق الأصدقاء، ممكن يضطر للسفر، يضطر يتعامل مع أشخاص هم مثلا أكثر تسلط من الوالدين. فالقدرة هون على أن كيف ننمي هذه المهارة، أني أنا أتقبل الشخص اللي أمامي مهما كانت سلبياته إيجابياته، أعرف هدفي أنا ليش موجود معه. مثل ما بدنا نقول مكاسب لحنا، أو فيه تبادل مصالح أو حاجات. مجرد أنا أدركت أني أنا بحاجة هذا الشخص، أنا بقدر هون أتقبله وقدر أعمل تعايش سلمي. أكيد. هلا هي حكينا يعني بالتفصيل بين علاقة الأباء والأبناء بالموضوع الأساسي اللي عم نحكي عليه اليوم، اللي هو تقبل الآخر. لكن إذا بدنا نحكي شوي عن الأشخاص المحيطين، وأنا يعني أنا والآخر. تمام. مثل ما بنقول، اللي هي ممكن تكون البداية للأسرة الجيدة، يعني مثل ما قلتي بأي علاقة بين اثنين، زملاء، أصدقاء، متزوجين، إذا كان في تقبل رح تنشأ عائلة سليمة. اليوم كتير صعب أنا أتقبل أحياناً النقد، كتير صعب. صحيح. أحياناً أتقبل ملاحظة مثل ما بيقولوا، هذا الشيء بيأثر على طريقة تعاملي مع الآخرين وبشكل فكرة. صحيح. عن الشخص الآخر، أنه هذا شخص مثلاً ما بيحبني أو ما حبني فقال هي الجملة. مزبوط. كيف أنا بقدر حول هذا الشيء؟ صحيح. أحد مدمرات العلاقة بين الآخرين هي نحن بنسميها بتدمر العلاقة، هنا 7 مفاتيح، من أهمهم النقد، اللوم، الظلم. فالشخص اللي بيكون بهذه العلاقة بيعيش دور الضحية، يمكن هو يدخل بدور الضحية. فهذه العلاقة الأساليب، مثلا أنا دائما شخص عم بنقد كل شيء، لا يعجبني شيء، فأكيد فالمشكلة من عندي مو من عند الناس.
فمنلاحظ هدول الأشخاص هن بتكون دائرة علاقاتهم كيف قلت لك نحن بنبني العلاقة معه حسب مصلحتنا معه. فإذا كان هذا مركز سلطة ولا نحن بحاجته فنعرف نحن ليش عم نتعامل معه، لأنه هون نحن ما فينا نغير. الشخص اللي عنده درجة قبول عالي لنفسه وللآخرين هو نحن منقول إنسان منفتح على الآخر. ولكن هذه النماذج مثلا أن الشخص اللي كتير عنده نقد، أنت أكيد ما فيك تقولي له أنت روح راجع حالك روح شوف، هون نحن بنصير بمشاحنات. ولا نحن دائما منركز على سلامة العلاقة مشان نحن ما نهدر طاقتنا. نحن بنعرف نحن في الصبح عنا طاقة مشحونة 100 تمام، إذا كنا نايمين منيح آكلين منيح عايشين حياة صحية. فمجرد شوف نقد واحد، أول شيء أنا براجع حالي هل هذا النقد صحيح أم خاطئ. يمكن يكون بالفعل هو عيب عندي من الداخل، ممكن يعصب وينتزع كل نهاره من هذا النقد صح. أو هي الكلمة السيئة من الشخص الآخر يعني. خلينا نحكي كمان هنادي كيف فينا نتقبل هاي الآراء، كيف فينا نتقبل من غير ما تأثر على طاقتنا وتبقى كل نهارنا أكيد معنا طاقة إيجابية وتكون كلمتك الأخيرة بصباحنا لليوم. أولا نحن نتعرف هاي الكلمة شو عملت معنا، أكيد في عنا سبب. نحن هون منقول زر أحمر، أنا سمعت هاي الكلمة كبس عندي الزر الأحمر، في هون عندي سبب. فأتعرف مثلا هذا الشيء هذا النقد كان صحيح ولا لا. في حال كان صحيح أنا مثل ما قلنا بروح للتقبل الذات، إذا كان بقدر طور هذا النقص بشخصيتي بطوره، إذا ما كان عندي قدرة لتطوير هذا النقص أنا بتصالح معه أنه خلص أنا هذا الشيء موجود فيني ما فيني أتخلى عنه تماما. كمان في شغلة هامة بدي أحب أختم فيها، أنه نحن منقول كلما ارتفع وعي الإنسان كلما هو كان أكثر قدرة على تقبل الآخرين، لأنه هون بيكون عنده هو مهارة تقبل الاختلاف ويقدر يعيش معهم بحياة تعايش السلمي. والتقبل هو أول مفاتيح نحن لنقدر نسامح، فهو منطلق وأحد مكونات التسامح اللي احنا اليوم بحاجة له من الصغير إلى الكبير لنقدر نعيش بسلام. أكيد يعني عطتينا معلومات جدا مهمة اليوم، إن شاء الله يا رب يكون اللي عم يسمعنا استفاد منها، ومثل ما قلتي يمكن شوية رضا وشوية تسامح ومحبة أكيد كل شيء بيصير تمام. شكرا لك هنا.